علشان نعمل البيكاديلو البرازيلي عايزين الآتي: نص كيلو لحم مفرومة، معلقة صغيرة قرنف المطحون، ومعلقة صغيرة من الحاجات اللي هقولها دي، قرنف المطحون، بابريكا، قرفة، كمون، شطة مجروشة، بصل أحمر، عايزين بقى 2 بصل أحمر مكعبات، 1 فلفل أخضر مكعبات، 4 فص ثوم مفروم، نص كوباية زيتون أخضر يكون بدون بذر، معلقة كبيرة كيبر وده ممكن نستغنى عنه، معلقة كبيرة زبيب، معلقتين كبار خل، 2 كوب طماطم مبشورة، وللتقديم عايزين بطاطس بيوريه وممكن شوية أوراق من البقدونس. هناخد أول حاجة دلوقتي اللحمة بتاعتنا وعايزين نعصجها، فهنحط بصل أحمر، لو مش موجود حطوا بصل عادي طبعا، بس احنا بنقول لكم على الأحلى أو الألذ. هنحط دلوقتي الفلفل الأخضر اللي عندنا، هحط دلوقتي الثوم، اسمها ايه؟ انا حبيت اسمها بيكاديلو، بيكاديلو اسمها متدلع كده، تحسوها اكله يعني فيها دلع كده متدلعه. طيب حطيت اللحمه المفرومه، وما تخلوهاش اللحمه المفرومه اللي بتبقى ناعمه قوي قوي بتاعت الكفته دي، يعني خلوها بس ايه يعني مره كده معموله في الفرامه. يلا خليني بقى نجيب دلوقتي، عندنا شوية ملح شوية فلفل، دول طبعا الأساسيين، وبعدين أنا خليت الشطة المجروشة لاحظته، قلت هخليها للآخر علشان لونها ما يتغيرش وتفضل كده فيها كده حتت حمرة وشكلها لذيذ. هنحط بقى دلوقتي التوابل اللي عندنا كلها، وهرجع تاني أقولها لكم حالا بس بعد ما أحطهم. خلاص أنا كده كل اللي فاضل عندي إلا الطماطم هتتحط في الاخر. حطينا ايه؟ حطينا قرنف المطحون وبابريكا وقرفه وكمون، دول اللي حطيناهم دلوقتي، وطبعا الملح والفلفل، وفي الاخر خالص هنروح حاطين بقى الزبيب والزيتون والكيبر وشويه الشطه لو عايزين نحطهم، او لو ممكن نحطهم على الوش زي ما نحب. دلوقتي بقى اللحمه عندنا اتحمرت وبقت اخر جمال، هناخد بقى دلوقتي الزبيب علشان احنا هنسيبها بقى هنا ونروح نعمل ايه وصفه تانية. هناخد الزبيب وهناخد الطماطم اللي عندنا المبشوره وهناخد الخل، تمام اهي. هخليها بس كده على نار وسط شويه، ممكن نضيف لها شويه ميه صغننين خالص علشان بس تساعد في تسبيك اللحمه كده اهو، شويه قد كده هون بس 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 خلاص. دي بتتقدم دايما، البيكاديلو ده بتتقدم مع بطاطس بيوريه. نحط بقى دلوقتي الزيتون الاخضر ونحط الكيبر، وكده احنا تمام بالوصفه بتاعتنا.